ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. ونحن نسأل ربنا سبحانه أن يغيث عباده، نسأل ربنا سبحانه أن يغيثنا وأن يسقينا. اللهم اسقنا غيثا نافعا صيبا، اللهم أخرج أنزل علينا من بركات السماء، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إنا بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من الضنك واللأواء والجهل ما لا يخفى عليك وما لا نشكوه إلا إليك. فاللهم ارفع عنا هذا القحط واسقنا غيثا نافعا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا لا تجعلنا من القانطين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما جنينا على أنفسنا، ربنا لا تهلكنا بعقابك، ربنا لا تهلكنا بعذابك، ربنا اشملنا بإحسانك وعافيتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخبرنا بالحديث فيه بعض الأسباب التي أسباب الأوضاع التي نحن فيها، حديث رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، السنين والقحط والجفاف، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. اللي كان يضرب بهيمة في البلاد العربية، يضرب البهيمة راه دايز وجهها، راك انت دايز وجهها، راك تشرب المويه بسبب ديك البهيمة، لأنه ما دارتش، هي مسكينة، هي ما دارتش. ولولا البهائم، لأن ربي ما تيوقتش اللي ما دارش حسن باللي داير، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذا ملي كنسمع أنا سيدي ربي تيقول لي هاد الهضرة، وسنسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تيقول لي هاد الهضرة، ما باقيش نقل نسمع شي حد آخر تيقول لي حاجة أخرى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتح
فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء المطر يجي، وبركات الأرض النبات يطلع، لأنه لا يقدر ينزل بركات من السماء ويغرق بركة الأرض. ولو أن آمنوا واتقوا، مؤمنون، إحنا مؤمنون، تنآمنوا بالله وتنآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنآمنوا باليوم الآخر وتنآمنوا بالعرش، ولكن فين التقوى؟ فين التقوى؟ فين تقوى خدمتك؟ أنت قاضي، فين تقوى في القضاء ديالك؟ أنت بوليسي، فين القضاء؟ أنت قايد، أنت مدير، أنت بلومبي، أنت جليجي، أنت بني، فين تقوى؟ كلشي تيغوش. إلا من رحم الله وقليل ما هم. علاش؟ بريق الدينار، بريق الدرهم. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ حصلت ما حصل قارون، ثم يكون ماذا أيها الإنسان؟ يكون ماذا؟ يكون الوقوف بين يدي الله. هتكتر عليك داكشي اللي غيسولك عليه سيدي ربي. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. ونحن نسأل ربنا سبحانه أن يغيث عباده، نسأل ربنا سبحانه أن يغيثنا وأن يسقينا. اللهم اسقنا غيثا نافعا صيبا، اللهم أخرج أنزل علينا من بركات السماء، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إنا بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من الضنك واللأواء والجهل ما لا يخفى عليك وما لا نشكوه إلا إليك. فاللهم ارفع عنا هذا القحط واسقنا غيثا نافعا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا لا تجعلنا من القانطين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما جنينا على أنفسنا، ربنا لا تهلكنا بعقابك، ربنا لا تهلكنا بعذابك، ربنا اشملنا بإحسانك وعافيتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على